لنقاش ملف انهيار قطاع وتدهور الاقتصاد في العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أوسلو الخبير الاقتصادي الدكتور سناء عبد القادر. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لكم جميعا ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. مرحبا بكم دكتور. تقرير لصحيفة الاندبندنت يؤكد أن العراق تحول بعد الاحتلال الأمريكي إلى دولة استهلاكية بامتياز تغرق في بحر من السلع المستوردة وليست المحلية. لماذا بات العراق لا يتطلع إلى الإنتاج وينكفئ على الاستيراد ويغرق في هذا البحر من الاستيرادات؟ هناك أسباب عديدة، منها ضعف مساهمة قطاعي الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، في حين كان قبل الحصار كان بنسبة 12%. طيب، قطاعي الصناعة والزراعة كان ما يساهمه بنسبة $3 مليار من أصل 222، يعني بنسبة 1.3%، وهذه طبعا مساهمة قليلة جدا. طبعا لماذا؟ لأنه العراق تحول إلى سوق استيراد للبضائع الإيرانية وتركية. صادرات إيران إلى العراق قدرت ب $34 مليار في العام 2021، يعني نسبة كبيرة، وهذه طبعا تشكل عقبة كأداء أمام تنمية الاقتصاد الوطني العراقي، بالإضافة إلى وجود خلل تركيبي في قطاعات الصناعة والزراعة وبقية قطاعات اقتصاد الوطن العراقي. نعم فضل. نعم طيب، بحسب أبحاث اقتصادية دكتور، فإن أسباب انهيار الصناعة العراقية تعود لغياب الإرادة الحكومية لانتشال هذا القطاع. برأيك لمصلحة من يبقى العراق دولة تعتمد على النفط فقط؟ يبقى العراق يعتمد على مداخيل النفط لمصلحة الفئات التي تحكم العراق والذين يريدون أن يبقى العراق ضعيفا. هناك فئات موجودة داخل العراق، سواء كان موجودة في مناصب كبيرة من قبل الأحزاب السياسية المختلفة، والتي يهمها أن يبقى العراق تابعا إلى دول الجوار من حيث استيراد كافة المواد الغذائية والصناعية والمجرة. نعم. وحسب ما قلت لك أن العراق استورد بقيمة $34 مليار. طبعا هناك بطالة مقنعة موجودة، وأنا قلت سابقا في حلقة سابقة أنهم 4 ملايين موظف إداري، فهذا طبعا شكلون عبء على موازنة العراقية 2023، لذلك علينا أن نأخذ قسم كبير من عندهم بحوث 3 ملايين نوجهه إلى بقية قطاعات الاقتصاد الوطني بعد أن نقوم بتأهيلهم. طبعا السؤال هنا يصدر أنه طيب كم شهر نحتاج؟ أنا بتقديري مدة 6 شهور أو أكثر ممكن أن نعيد تأهيل نسبة كبيرة من هؤلاء الموظفين الإداريين، وحنا نسميهم البطالة المقنعة، الذي يستلم راتب بدون أن يقدم أي إنتاج للعراق، والإنتاجية صفر. نعم. هذا من ناحية دكتور. من ناحية أخرى، ما تداعيات غياب مساهمة القطاعين الصناعي والزراعي في الناتج المحلي للاقتصاد العراقي؟ تداعيات أسباب كثيرة، لعدم الدعم ولعدم كذلك وجود ناس متخصصين في القطاع الزراعي والصناعي، وكذلك هناك آلاء كثيرة، كل هذه المصانع قديمة يجب أن نقوم بتجديدها، ونقوم كذلك أن نقوم بتأهيل الطبقة العاملة على طرق الإنتاج الحديثة، كذلك من حيث استيراد أو المواد الخام الموجودة بالعراق أو خارج العراق. هناك عوامل كثيرة علينا أن ننتبه إليها من أجل تنمية قطاع الصناعة العراقي، وهذه العملية ليست بسهلة، لكن تحتاج إلى سياسة اقتصادية جديدة، تحتاج إلى كوادر سليمة وصحيحة يهمها تقدم اقتصاد الوطن العراقي. نعم. ولا سيما دكتور أنه هناك دائما إمكانية لحدوث انتكاسة في قطاع النفط، وهذا يحصل في العالم بسبب الحروب، المشكلات الداخلية الخارجية، لكن هل العراق يمتلك البدائل لمواجهة حدوث أزمة من هذا النوع في المستقبل؟
كيف يمكن أن تؤثر على يعني نمط حياة المواطنين فيما لو حصلت؟ لو حصل هذا سوف كذلك يعني يحدث انهيار كامل باقتصاد الوطن العراقي. لكن لو ناخذ تجربة الدول الأخرى دول الخليج نرى أنه تنبهت إلى هذه المعلومات وإلى هذه التنبؤات ولا نضوب النفط الخام داخل الآبار، لذلك قاموا بعملية استثمار هذه الموارد من النفط، من تصدير النفط، بإقامة صناعة وزراعة داخل هذه الدول. وإذا كان قلت لكم يعني في لقاء سابق أنه مثلا ناخذ مثال الإمارات العربية المتحدة 30% لا تعتمدوا على مداخيل النفط، وإنما كذلك من تصدير السلاح والصناعي، والسعودية كذلك والدول الأخرى موجودة. إذا علينا إحنا أن ننتبه لهذا، هذا الشيء كارثة. نعم. لو فجأة طبعا نضبت حقول النفط، طيب ماذا نعمل؟ إذا معناته راح يعني صار عندنا أزمة اقتصادية، ليس بس أزمة اقتصادية وإنما انهيار اقتصادي. هو لا نحن عندنا خطأ بتركيبة اقتصاد الوطن العراقي، قطاع اقتصاد العراق هيكلية، مشكلة هيكلية. طيب ماذا لو تم نضوب النفط ولم نحصل على دولار واحد من بيع النفط؟ طيب ماذا نعمل؟ إذا عليك أن تنمي الصناعة والزراعة، وعليك الآن أن تستثمر مداخيل النفط في تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والمواصلات والصحة والتعليم كما قلت سابقا. نحن نحتاج إلى أجيال صحيحة نظيفة تساهم في بناء الوطن العراقي. نعم. هل هناك أمل دكتور في تحقيق نهضة ما في الاقتصاد العراقي، لا سيما بعد الوعود الكثيرة التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة والمبادرات الأخيرة يعني فيما يتعلق بالورقة البيضاء وغيرها؟ نعم، نحن الآن أمام خيارين. أما صدق نفكر بإنقاذ الاقتصاد الوطني العراقي من هذه الأزمات أو لا، وإلا سوف ينهار أكثر بعد العراق. لا الورقة البيضاء ولا غيرها. هذه الخطط أنا كما قلت سابقا عبارة عن حبر على ورق. لماذا؟ لأنه لم تمثل. وأنا قلت سابقا الخطة الاقتصادية للأعوام 2018-2020 لم نسمع على أي نتائج، وحتى الخطة والورقة البيضاء جاءت بمقترحات لا يمكن تطبيقها. يعني هذه عبارة عن إلهاء الشارع العراقي بأنه عندنا توجد خطط اقتصادية والآخرين. صح توجد على الورق، لكن ماذا تنفيذها؟ إحنا علينا التنفيذ، إحنا علينا أرقام صحيحة، إحصائيات صحيحة. أنا إنسان اقتصادي أحتاج إلى واقع موجود ملموس بالأرقام. نعم، أشكرك جزيلا الخبير الاقتصادي الدكتور سناء عبد القادر.